السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجنا زينة الحياة، ومعاكم زي ما تعودتوا دكتور وائل الشربيني، استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم، مدرس بكلية الطب جامعة القاهرة، دكتوراه التوليد وأمراض النساء، وعضو الجمعية الأوروبية والكندية لأمراض النساء والتوليد. النهاردة هنتكلم عن الأنابيب الرحمية. ما هي الأنابيب الرحمية؟ دايما تلاقي الناس عمالة تقول قناة فالوب، عمالة تقول الأنبوبة الرحمية، عمالة تقول عندي أنبوبة مسدودة، عندي مشكلة في الأنابيب، عندي انتفاخ. ايه هي الأنابيب دي أصلا؟ احنا عندنا عضو في الجسم اسمه الرحم، وعضو آخر اسمه المبيض. العضوين دول في بينهم قناة بتربط ما بين الاتنين، وبتنقل منتج أو الحاجة اللي بتطلع من ناحية وبتنقلها للناحية التانية. الحاجة دي اللي اكتشفها واحد اسمه فالوب، فسموها الفالوبيان تيوبس أو قناة فالوب. قناة فالوب هي يمكن الاسم ده مش مديها حقها قوي، لان احنا نتخيل ان القناة هي عبارة عن ماسورة او عبارة عن وصلة ما بين حاجتين، وده مش حقيقي. قناة فالوب ليها وظائف اخرى اهم كتير من ان هي توصل ما بين المبيض للرحم. ربنا خلق الحيوان المنوي عبارة عن خلية ليها ديل. معنى كلمة ديل ده، الديل ده بيديها دفعة للأمام، فالحيوان المنوي يقدر يتحرك، وبنقسم الحركات بتاعته إلى 4 درجات، ولما الحيوان المنوي يكون ما بيتحركش بنعتبره حيوان منوي معيب. طب البويضة اللي طلعت في المبيض إزاي بتوصل للرحم؟ لازم نسأل نفسنا السؤال ده. البويضة دي ملهاش ديل وملهاش حركة، ففي حاجة بتشيلها وتنقلها من المبيض لغاية الرحم. الحاجة دي هي شعيرات صغيرة جدا موجودة في قناة فالوب. الشعيرات دي بتتحرك زي موج البحر، ان هي بتنقل البويضة من المبيض وتاخدها بالراحة لغاية لما توصل بيها للمكان اللي هيحصل فيه الإخصاب، وبعد كده تاخد الجنين اللي اتكون وتنقله للرحم. طيب احنا دلوقتي بنقول المكان اللي حصل فيه الاخصاب، انا ما قلتش الرحم، يعني معنى كده ان المكان اللي بيتكون فيه الجنين ليس الرحم، ولكن الجنين يتكون في الانابيب الرحمية. يعني الحيوان المنوي بيقابل البويضة في الانبوبة الرحمية، وبعد كده يتكون الجنين، وبعد ما يتكون الجنين ينتقل الى الرحم. الرحلة بتاعت البويضة لغاية لما توصل للمكان اللي يحصل فيه الإخصاب وتفضل مستنية فيه دي بتاخد 2 يوم، والرحلة بتاعت الجنين اللي اتكون بتاخد 4 أيام. يعني معنى كده ان المشوار كله بياخد 6 أيام لغاية لما الجنين يزرع نفسه في الرحم. طيب تعالوا نربط ده بموضوع تحليل الحمل او اعراض الحمل. هتلاقونا دايما في اوقات تيجي ست تقول انا حصل لي تبويض وحاسه بغممان، حاسه بدوخه، حاسه باي حاجه بعد التبويض ب2 3 أيام. الكلام ده صح؟ لا طبعا، الكلام ده ملوش اي علاقه بحدوث حمل او عدم حدوثه، لان الجنين وهو في الانبوبه الرحميه هو غير متصل بجسد الام اطلاقا، وبياخد الغذاء بتاعه من فايدة جديدة هنعرفها دلوقتي عن الأنابيب الرحمية، من حاجة اسمها لبن الأنابيب الرحمية. يعني الأنبوبة الرحمية دي بتطلع مادة بتغذي الجنين في الفترة اللي هيبقى موجود فيها، اللي هو ال4 أيام اللي موجود فيهم في الأنابيب، ولا يوجد أي اتصال. معنى كده ان احنا لو عملنا لهذه السيدة تحليل حمل او قياس لهرمون الحمل بأدق وسيلة في الدنيا هيطلع سلبي، لان لسه الجنين ما قدرش ان هو يتواصل مع الدورة الدموية للام، وما قدرش ان هو يوصل الهرمون بتاع الحمل اللي بيطلع من الجنين لدم الام عشان نقدر نقيسه ونقول هذه السيدة حامل او غير حامل. لكن بمجرد زراعة الجنين في البطانة الرحمية على طول بعدها بـ1 يوم، ممكن لو عملنا اختبار حمل رقمي بنلاقي اختبار الحمل ده يا موجب يا سالب، وساعتها اقدر اقول هذه السيدة حامل او غير حامل. يبقى الوظائف اللي عرفناها دلوقتي للانبوبة الرحمية هي ان هي بتشيل البويضة من المبيض، بتلتقط البويضة من المبيض،
وبتمشي بيها لغاية المكان اللي هيحصل فيه الإخصاب، بتاخد الحيوان المنوي من الرحم وتوصله لغاية البويضة، وبعد كده بتنقل الجنين الذي تكون إلى الرحم وبتغذيه لمدة 4 أيام. دي هي الوظائف بتاعة الأنبوبة الرحمية. لما نفهم كده الوظائف يبقى نعرف ان هذه الأنبوبة لازم يكون ليها فتحتين، فتحة ناحية المبيض اللي هي بتلتقط منها البويضات، وفتحة ناحية الرحم اللي بيعدي منها الجنين عشان يوصل للرحم ويزرع نفسه، وبيعدي منها الحيوان المنوي علشان يوصل لغاية البويضة ويعمل لها عملية إخصاب. يبقى أي انسداد في الأنبوبة الرحمية، سواء الانسداد ده كان انسداد كامل أو انسداد جزئي، هيبوظ الوظيفة وبالتالي هينتج عنه مشاكل. إيه المشاكل اللي ممكن تحصل؟ أول حاجة إن الجنين أو إن البويضة ما تعرفش أصلا توصل للحيوان المنوي، وده ما يعرف بالعقم. أو المشكلة التانية إن الجنين الذي تكون مش قادر يوصل للرحم، وده اللي احنا بنعرفه بحاجة اسمها الحمل خارج الرحم. دايما بنسمع او بيجي لنا عيانين ويقولوا لي طب احنا مش ممكن الحمل اللي خارج الرحم ده ننقله داخل الرحم؟ لا، مستحيل. الحمل لو زرع نفسه خارج الرحم علاجه الوحيد ان احنا نقضي عليه، لان لو كبر في الحجم داخل الانبوبة الرحمية هيحصل انفجار لهذه الانبوبة ونزيف داخل البطن، وممكن لا قدر الله يودي بحياة الام. فبيتشال الجنين الذي تكون انقاذا لحياة الام، لانه في جميع الاحوال لن يكون جنين صحيح. طيب الحمل اللي لو حصل انه حصل تكون داخل الانبوبة الرحمية، احنا ممكن نتعامل معاه ازاي؟ يعني الحمل خارج الرحم ده لازم ان احنا نشيل الانبوبة؟ لا طبعا مش لازم نشيل الانبوبة، بالعكس احنا دلوقتي بقى كل الجهود موجهة ان يحصل حفاظ على الانبوبة الرحمية. طيب بنحافظ عليها ازاي؟ اول حاجة بان احنا بنحقن مادة او بندي علاج، هذا العلاج بيموت الجنين، وخصوصا لو كان في المراحل المبكرة جدا له. طيب الحاجة التانية اللي ممكن تتعمل ان احنا بنشيل الحمل بس، وبنفصل مكان التقائه بالام، ولو في اي نزيف موجود بنصلحه. الحاجة التالتة هي ان احنا بنشيل الانبوبة لو لقينا حصل فعلا انفجار وحصل دمار لهذه الانبوبة. في فكر تاني بيتكلموا فيه العلماء دلوقتي، هي ان الانبوبة اللي حصل فيها حمل خارج الرحم اكيد فيها مشكلة، وهذه المشكلة لو احنا سيبنا الانبوبة دي هتتكرر تاني. واستدلوا على ده بان في بعض العيانين اللي حصل لهم حمل خارج الرحم في ناحية، وسيبنا الانبوبة حصل لهم حمل خارج الرحم تاني فيها. فيبقى دي النقطة اللي عليها جدال، هل الأنبوبة لو حصل فيها حمل خارج الرحم تبقى خلاص تالفة تماما ولا لا؟ وبعض العلماء بيقولوا لا تبقى تالفة تماما، والبعض بيقول لا دي ممكن تستخدم وممكن يحصل منها حمل طبيعي. طيب ايه المشاكل اللي ممكن تصيب الأنبوبة الرحمية؟ طبعا كلنا سمعنا عن حاجة اسمها الالتصاقات. انا عندي ماسورة، الماسورة دي ليها شكل معين، ليها طول معين، ليها سمك معين. لو جبت اي حاجة لزقت فيها وشدتها هيحصل التواء للانبوبة، ممكن لقيها اتنت. هناخد الفاصل وهنرجع لكم بعد الفاصل نكمل المشاكل اللي ممكن نقابلها في الانبوبة الرحمية وازاي هنتعامل معها. أجمل ما في الحياة الأطفال، إذا نظرت إليهم شعرت بالسعادة، إذا تبسموا في وجهك شعرت بأنك ملكت الدنيا، فالأطفال هم زينة الحياة. كل ما هو جديد في أمراض النساء والتوليد وما يتعلق بمشاكل الحمل،
ورجعنا لكم بعد الفاصل، ومعاكم دكتور وائل الشربيني في برنامجكم زينة الحياة، استشاري أمراض النساء والتوليد والعقم والحقن المجهري، دكتوراة التوليد وأمراض النساء، مدرس بكلية الطب جامعة القاهرة، عضو الجمعية الأمريكية للخصوبة وعضو الجمعية الكندية والأوروبية لأمراض النساء والتوليد. كنا وصلنا للأمراض اللي ممكن تصيب الأنبوبة الرحمية، وقلنا أول مرض ممكن يصيب الأنبوبة الرحمية هو حاجة اسمها، أو مشكلة تقابلنا في الأنبوبة الرحمية حاجة اسمها الالتصاقات. يعني إيه الالتصاقات؟ يعني حزام أو عبارة عن نسيج ليفي بيضغط على الأنبوبة الرحمية في مكان ما، فيا إما يغير الاتجاه بتاعها يا إما يسدها. الالتصاقات دي سببها إيه؟ سببها حاجة من اتنين، يا إما أي جرح يتم في البطن، يعني أي عملية ايا كانت هذه العملية، سواء العملية دي موجودة في اتعملت في الحوض من تحت زي الزايدة زي قيصرية زي حمل خارج الرحم سابق، زي اي عملية ممكن تتعمل فيها فتح للبطن، او حتى في الجزء الاعلى، يعني اي عملية تتعمل فتح في المعدة او في المرارة او في الكبد، كل العمليات دي ممكن تؤثر على الانابيب الرحمية وتؤدي الى انسدادها، وده بنسميه التصاقات. احنا دلوقتي هنبتدي ناخد تليفوناتكم واستفساراتكم، واي حد عايز يسال على اي حاجه اتفضلي. مدام دينا معانا. الو. ايوه مع حضرتك. اتفضلي يا مدام دينا. ايوه يا دكتور. اتفضلي يا فندم. دكتور انا متجوزه لسه بقالي 4 شهور، ما كملتش 4 شهور. ايوه اتفضلي. والدوره كانت بتجيلي كل 30 يوم. جت في الشهر الرابع من الدوره، جات لي بعد 33 يوم. تمام. هل كده الدورة بتاعتي ما تكونش منتظمة؟ حضرتك هي لخبطت مرة واحدة بس؟ وانا عندي 23 سنة وعملت تحليل، عملت أشعة قبل كده بالسونار على بطني على الرحم والمبيض، الدكتورة قالت لي ما فهمش حاجة. تمام. طيب بصي يا مدينة، احنا بنسمح بلخبطة في الدورة الشهرية بمعدل دورة واحدة فقط في السنة، يعني كل 12 دورة ما فيش مانع خالص ان واحدة منهم تختلف، فما احنا ما نقدرش نحكم من لخبطه في دوره شهريه واحده، نستنى شهر، يعني الشهر اللي جاي لو لقيناها ملخبطه تاني لا ساعتها نبتدي ندور على علاج، لكن من دوره شهريه واحده ما ينفعش ابدا ان احنا ندور على علاج. هو جوزك عمل تحليل يا مدام دينا؟ طب يا دكتور ما لا ما عملش. طيب اتفضلي كملي، حضرتك عايز تقولي ايه؟ الو. ايوه عايز تقولي ايه يا مدام دينا؟ معاكي حضرتك دلوقتي. انا ممكن ايه التحاليل اللي حضرتك تنصحني بيها ان انا اعملها؟ يعني بقى لي 4 شهور وما بيحصلش انجاب. هو اول حاجه انا يعني مش هقدر انصحك باي حاجه دلوقتي لان احنا لازم نكمل سنه من الزواج، لكن اول حاجه بعد ان شاء الله، يعني اذا ربنا ما اردش بحمل خلال هذه السنه، ساعتها هيبقى اول حاجه هتتعمل هي ان جوزك هيعمل تحليل للسائل المنوي، وبعد كده نبتدي نتكلم، لكن في المرحله اللي احنا فيها دي مفيش اي حاجه مطلوبه كتحاليل للهرمونات من ناحيتك خالص. خلاص بشكرك جدا يا مدام دينا. احنا اتكلمنا قبل كده كذا مره في الازواج، حديث الزواج اللي بيستعجلوا ويجروا على الاطباء ويجروا على التحاليل، وبالتالي الطبيب لو لقى ان مفيش حاجه عند هذه المريضه، بنلاقي بعض الناس اللي بتستعجل برضو من الدكاتره وتبدا تكتب علاج للمرضى، وده مش صح. يعني مش معنى ان انا لقيت ان السيده ما حملتش 4 شهور او 5 شهور او 6 شهور ان انا اجري واروح كاتب لها على علاج تنشيط تبويض، اقول لا هو مش مهم نطلع لها بويضتين ثلاثه هيبقى ساعتها نزود احتمالات الحمل، لا الكلام ده مش صح. هناخد الاتصال معانا مدام شيماء. ايوه. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اتفضلي يا مدام شيماء. لو سمحت يا دكتور، انا كنت متجوزه بقالي 4 سنين. تمام. وعملت حقن مجهري الشهر اللي فات، فما يعني لسه النتيجه بانت، ما فيش حمل. تمام. مفيش حمل. فانا كنت عايز اسال لو حبيت اعمل حقن مجهري تاني المده ما بين دي وديت قد ايه؟ حضرتك بنريح شهر والشهر اللي وراه على طول ممكن نعمل. احنا عندنا حاجه مجمده يا مدام شيماء؟ لا. انت عندك كام سنه؟ 25. طب وليه ما عندناش حاجه مجمده؟ يلا خير. السبب ما فيش حمل يعني؟ لا بسال عن ما حصلش ليه؟ ما عندناش حاجات مجمده ليه؟ بسال بس. هي الدكتوره اللي استخرجت 4 بويضات وقالت 2 مش مظبوطين والثلاثه مظبوطين التانيين. تمام. على العموم ان شاء الله باذن الله المره الجايه تكون الدنيا احسن
ويبقى عندنا حتى عدد اكبر من البويضات وممكن نجمد جزء ويبقى معانا ان شاء الله تنجح من اول من المره اللي وراها وبعد كده يبقى عندنا حاجات تانية للحملات اللي بعد كده. لكن احنا كل اللي محتاجينه ان احنا نريح شهر واحد بس في النص ما بين المره دي والمره دي. وان شاء الله ربنا يكرمك يا ام شيماء. طيب انا ما عملتش شعر الصبغه لازم؟ حضرتك احنا لازم نطمن على تجويف الرحم. بس سواء عن طريق الاشعه اللي بالصبغه او عن طريق الاحسن بقى طبعا هو المنظار الرحمي. المنظار الرحمي بيبقى انا شايف بنفسي تجويف الرحم. والميزه الاكبر فيه ان ممكن نعالج اي مشكله موجوده واحنا في اثناء هذا المنظار. ما هي الدكتوره قالت لي انت مش محتاجه اشعه الصبغه فمش عارفه يعني. ما حضرتك احنا مش محتاجين نبص على الانابيب الرحميه. لكن احنا محتاجين نبص على تجويف الرحم. خلاص خلاص؟ وان شاء الله خير يا مدام شيماء. هنكمل موضوعنا. احنا كنا وصلنا للامراض التي تصيب الانابيب الرحميه. وقلنا اول حاجه الالتواء او الانسداد اللي ناتج عن التصاقات. طيب الالتصاقات دي مشكلتها ايه؟ ان هي يا اما بتسد الانبوبه يا اما بتغير الاتجاه بتاع التجويف بتاعها او بتغير القطر بتاع التجويف بتاعها او ممكن تغير اتجاه الانبوبه فالانبوبه ما تبقاش قصاد المبيض وبالتالي ما تقدرش تلقط البويضات وبالتالي مش هينفع يحصل حمل. طيب الالتصاقات دي علاجها ايه؟ احنا علاجها لو هي التصاقات بسيطة وبسيطة دي هي بالنسبة لنا احنا الدرجة بنتكلم عليها عن الدرجة بتاعتها يعني. هي الالتصاقات دي كذا درجة، احنا الدرجات البسيطة ممكن تتسلك بالمنظار والالتصاقات الشديدة ساعتها هنضطر ان احنا نعمل حقن مجهري بشرط ان يكون المشكلة موجودة في الانبوبتين الرحميتين. يعني لو ست عندها أنبوبة واحدة مسدودة أو التصاقات حوالين أنبوبة واحدة ده لا يعني ما يخليناش نجري وما يخليناش نروح على طول للحقن المجهري. لا، احنا ساعتها بنبتدي نعمل تنشيط تبويض عشان نضمن ان المبيض اللي ناحية الأنبوبة السليمة بيحصل منه تبويض ومتابعة تبويض وبالتالي بننتظر ان يحصل حمل من الناحية السليمة. هناخد الاتصال. مدام وفاء أهلا بيك. أهلا بيك دكتور، الله يخليك دكتور. لو سمحت انا كنت ولدت مرتين واخر تمام. مره من 7 سنين. ايوه. وبعدين شلت الجهاز دلوقتي بقالي 5 سنين. وبعد كده عملت متابعه التبويض وكده وما حصلش برضه حاجه وبعد كده عملت شعه صبغه. والدكتور قال لي لا ما فيهاش اي حاجه خالص وعملت تحليل زوج برضه ما فيهوش حاجه. تمام. بعد كده الدكتور قال لي اعملي منظار. بط عملته برضه ما فيهوش حاجه يعني كان عندي كيس على الانبوبه اليمين. ويعني حجمه 2 في 2 سم. ودكتور شاله وبعدين نروح لدكتور تاني الدكتور حلل لي تحليل هرمونات. ممكن اقوله؟ اتفضلي يا ريت. اف اس اتش 3.5. ايوه. والال اتش 7.1. ايوه. و وبرولاكتين 2.5. ايوه. واستردرول 29.1. تمام. وتي اف اتش 0.6. 0.6. ايوه. ده التي اس اتش؟ اف اس اتش؟ لا الستة من عشرة ده ايه؟ يعني هو من زيرو نقطة وستة جنبها. ده اللي هو تحليل الايه يعني؟ تي اس اتش. تحليل هرمون التي اس اتش. ايوه. ومحدش قال لك انه واطي شوية؟ ايه؟ محدش قال لك انه واطي شوية؟ هو الدكتور عطالي برشام اللي هو ال البروكسين للغدة الدرقية. لا حضرتك معلش حضرتك، هو هرمون ايه اللي واطي؟ الهرمون الستة من عشرة ده ايه؟ تي اس اتش؟ هو في الاخر تي اس اتش. تي اس اتش صفر وجنبها صفر ونقطة وجنبها ستة في الاخر. تمام خلاص. حضرتك اداكي بقى ايه الدواء اللي اداهولك؟ اعطاني برشام اللي هو البروكسين 50. حضرتك ازاي يديلك البرشام دوت؟ ده احنا حضرتك احنا عندنا الهرمون الغدة الدرقية مرتفع جدا وعشان كده التي اس اتش واطي. طب يعني المفروض ناخد العكس بتاعه إيه؟ الدواء ده ايه؟ المفروض ناخد العكس بتاعه. العكس بتاعه؟ العكس بتاعه هو ايه؟ حاجه ماده اسمها الكربامازول، حاجه تمنع انتاج الغده الدرقيه من غير البرشام ده؟ لا حضرتك لا هو حضرتك انت محتاجه يعني حد بتاع غدد يبص عليكي. يعني هو الغده مرتفعه جدا لدرجه ممكن هي دي المنع الحمل يعني؟ حضرتك ليه حاجه، الحاجه الثانيه احنا عندنا ال ال اتش اعلى من الاف اس اتش اكتر من الضعف. فدي برضه لازم تتظبط برضه معانا. هو الدكتور في المنظار ما عملش اي حاجه في الموبايل؟
ما كانش فيها حاجه. لا لا ما ما, ما عملش اي ما عملش كي ما عملش اي حاجه. لا لا ما عملش كتب لك، بس عمل توسيع في الانابيب حاجات. ومحدش كتب لك على حاجه تحسن التبويض شويه؟ لا ما قالش. هو دكتور التحليل اصلا في ايه؟ مش عارف التحليل في ايه. ما هو ما هو حضرتك احنا المفروض في اليوم الثاني او الثالث من الدوره الاف اس اتش بيكون اعلى من ال اتش. خلاص، او على الاقل النسبه تكون مقاربه، لكن حضرتك عندك ال اتش ضعف ال اتش، يعني نسبه مقلوبه. فالنسبه المقليه تساوي ان التبويض عندنا مش كويس، فلازم ان احنا نصلح القصه دي. التحليل في التكيسات يا دكتور؟ التحليل في التكيسات ولا ما فيش تكيسات؟ ده قصدي يعني. ما هو ده القصد بتاعي. في كتير يعني ولا حضرتك؟ هي مش كتير، هي لا كتير ولا قليل، هي حضرتك هي مشكله موجوده، والمشكله دي بتعوق التبويض لما أنا تتصلح. انا عملت التبويض اخر مره واعطاني برشام برضو المنشط. حضرتك ما هو لازم كمان التكيسات تتعالج، مش هنفضل ماشيين على المنشطات طول عمرنا يعني. طب انا والله انا برضو فتره كبيره خلاص باخد منشطات لحقن. ما هو حضرتك حضرتك احنا دلوقتي في التحاليل بتاعتنا دي عندنا مشكلتين، مشكله في الغده الدرقيه. خلاص، وحضرتك زودتي المشكله بالدواء اللي حضرتك بتاخديه او الدكتور بتاعك اللي زوده لك يعني، والمشكله الثانيه في موضوع التكيسات. يعني البرشام ده منوع يا دكتور؟ ما عادش اشربه؟ حضرتك انا افضل ان احنا يعني نمنعه. بس برضو مش هقدر ادي لحضرتك راي قاطع، حضرتك الدكتور بتاعك او اللي حضرتك متابعه معاه هو اللي يقدر يديك الراي القاطع في القصه دي. تمام، انا بشكرك جدا يا مدام وفاء. نرجع تاني لموضوع الانابيب الرحميه. احنا قلنا الانسداد، وقلنا ان سببه حاجه اسمها الالتصاقات، والالتصاقات دي ممكن لما تتسلك الانبوبه ساعتها تسترد الوظيفه بتاعتها بالكامل وتشتغل بشكل طبيعي جدا. طيب في ايه تاني غير الانسداد؟ في حاجه اسمها الانتفاخ بتاع الانابيب. نتخيل ان الانبوبه دي بيتقفل طرف منها فبتتحول الى بالونه. طب احنا في الاول كده قلنا ان الانبوبه الرحميه بتفرز ماده الهدف منها تغذيه الاجنه. الماده دي بيسموها فالوبيان تيوبس، او الميلك اوف ذا فالوبيان تيوبس، اللي هو لبن الانابيب الرحميه. اللبن ده هو افراز مستمر موجود داخل الانابيب، لو ناحيه مسدوده هتتملي زي البالونه. هناخد الاتصال معانا استاذه لمياء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك يا دكتور؟ اهلا وسهلا يا فندم. دكتور انا حامل في دلوقتي في حوالي 6 اسابيع. تمام. عملت الاختبار في الاول خالص، الحمد لله طلع اللي هو الرقمي 6686. كويس قوي قوي الحمد لله. فروحت للدكتور اتابع معاه، فقال لي لا مش هعمل سونار دلوقتي خالص، هعمله الشهر الجاي. فانا مش عارفه، انا قلقانه من الموضوع ده يا دكتور، وحتى ما كتبليش مثبت ولا اي حاجه، وانا اصلا عندي الانيميا كمان 8. وعندي نقص في صفايح الدم. نقص في صفايح الدم ليه؟ مش عارفه يا دكتور، هي طالعه 99 فالمعمل قال لي في نقص في صفايح حضرتك اقل. ما دام اقل من 150 بنعتبره فعلا في نقص. طب حضرتك احنا لازم ندور على موضوع الصفايح ده، اهم من اي حاجه تانية دلوقتي. دي مهمه جدا حضرتك يا مدام لمياء، لان احنا مع الحمل اكيد حضرتك سمعت ان في فلانه نزل عليها نقطتين دم، ومش عارف مين نزل عليها ايه في الفترات الفترات الاولى من الحمل، صح؟ طيب احنا دلوقتي الصفايح دي وظيفتها ان هي بتعمل تجلط في الدم. لو قليلة لو نقطة دم نزلت الدم ده مش هيقف. فاحنا محتاجين ان احنا نحسن الصفايح شوية، دي حاجة. الحاجة التانية حضرتك لازم تعرفي ان المثبتات دي حاجة جدت على الطب وجدت على الحمل، يعني من ايام سيدنا ادم وامنا حواء ما كانش في حاجة اسمها مثبتات، ومع كده الناس كانت بتحمل وبتكمل للاخر وبتولد. خلاص، يبقى المثبتات دي بتتاخد علاج لمرض، لو احنا عندنا مرض ما ساعتها ناخد المثبتات، لكن غير كده ما بناخدش مثبتات. دي بالنسبه للمثبتات. حضرتك ايه بقى المشكله الثالثه؟ موضوع ان هي ما عملش سونار. طيب مدام لمياء احنا فقدنا الاتصال، بس هو احنا موضوع ان احنا ما عملناش سونار، احنا ابتداء من 5000، يعني لو التحليل بتاعنا 5000 او اكتر، لو عملنا سونار على البطن هيبان عندي كيس على كيس داخل الرحم، والكيس ده هيبان داخله الجنين على 6 اسابيع، وهيبان النبض بتاعه على 7 اسابيع. معانا مدام ايمان. ايوه يا دكتور، بعد اذن حضرتك. اتفضلي. انا يعني من حوالي سنتين في 2010 كنت حامل 6 شهور في اول الشهر السابع، ولدت
عملته بسبب طلق مبكر ولك قيصرية، والبنت ماتت بعد حوالي 12 ساعة. بعد 3 شهور تاني حصل حالك. ايه ال 12 ساعة ده يا فندم؟ تقريبا كان الرئة مش كاملة، كانت الرئة مش كاملة، دخلتها حضانة. يعني دخلت حضانة وكده وقالوا رئة مش كاملة. وحالك كنت والدة في التاسع ولا كان ايه؟ في اول السابع. كان في اول السابع. وبعد حضرتك بعد كده بعد 3 شهور حصل حمل تاني برضه في بداية الشهر السابع، حصل نزيف قعدت بالظبط اسبوع، وبرضه نفس الحكاية، الولد اتولد في اول السابع بثلاث ايام، وبرضه توفى تاني يوم. هما كانوا الدكاترة شافوه قال عليه كويس خالص مفيش أي حاجة، بس هو توفى الله يرحمه. الكلام ده بقاله حوالي دلوقتي سنة وتسع شهور أو سنتين تقريبا. تمام. فأنا طبعا من وقتها الدكاترة طلبوا مني إن أنا آخد حاجة كونترسبشن وكده، أنا صيدلانية حضرتك، طلبوا مني اخد حاجه كونترسبشن، اخدت جينيرو قعدت تقريبا اخدها طول الفتره دي من شهر 11 وقفت، ومتابعه تمويل بقى بس مع نفسي، يعني مثلا انا اروح اعمل سمار اعرف المواعيد امتى، والحمد لله كنت اروح الاقي البويضه كويسه يعملوا سمار على الرحم كويس ومتابعه كويس، ودلوقتي لغايه دلوقتي ما يعني ما بيحصلش حمل. المشكله ان يا دوبك يعني يوم 14 بحسبها ميعاد التبويض واسيب 15 وسبتها من يوم 16 لغايه يوم 28، الم جامد قوي في البطن. مع بقى لخبطه في القولون، يعني انا بقول يمكن انا قلقانه مثلا في القولون بيبقى مش مظبوط، انتفاخ، يعني الدنيا مش مظبوطه يعني، او ساعات بيتهيألي ان الرحم هو السبب، ببقى تعبانه مش برتاح لما الدوره بتيجي او الفيروس بتيجي، سوري معلش. فالكلام ده 4 شهور دلوقتي، فانا قلقانه بصراحه يا دكتور، خايفه يكون النزيف عامل مشكله. او طب مدام ايمان انا بس عندي سؤال كده عايز اساله، اول حاجه احنا والدين طبيعي ولا قيصري؟ نعم يا دكتور. الولادات طبيعي ولا قيصريه؟ لا الاثنين قيصري حضرتك. طيب حضرتك عملتي اشعه بالصبغه بعد القيصريه الثانيه؟ نعم حضرتك. حضرتك عملتي اشعه بالصبغه بعد القيصريه الثانيه؟ لا ما عملتش حاجه. لا. طيب ده سؤال. السؤال الثاني، احنا دلوقتي الولاده كانت بتحصل ازاي؟ يعني حضرتك انت إيه؟ انت كانوا بيولدوكي ليه؟ كانوا بيولدوكي يا مدام ايمان؟ المره الاولى حصل طلق مبكر. كويس. ما وما وقفوهوش ليه؟ والمره الثانيه حصل نزيف اسبوع. حضرتك المره الاولى طلق مبكر ما وقفش ليه؟ يا دكتور 4 قراريط بيقولوا. يعني انت اللي رحتي متاخر للدكتور؟ لا انا كنت متابعه وبيقولوا استني. تمام. مره راح انفتح، مره فتح ايراد واحد وبعدين اثنين وبعدين ثلاثه لغايه ما وصل لاربعه. ما هو حضرتك لما مجرد ما بنحس بانقباضات، مجرد ما بنحس بانقباضات المفروض ان احنا بنجري على الدكتور، والدكتور وظيفته ان هو يمنع الانقباضات ديت. طب المرة الثانية النزيف اللي حصل ده كان سببه ايه؟ ماشي مساقطة؟ ما حدش قال لي بصراحة، لان انا بصراحة يعني زي ما قلت لحضرتك انا بتابع نفسي. طيب عشان حضرتك بتتابعي نفسك. طيب بصي حضرتك احنا انا هستأذن حضرتك يا مدام ايمان ان انا محتاج لأشعة بالصبغة على الرحم والانابيب، علشان زي ما كنت لسه انا بقول دلوقتي ان في حاجة اسمها الالتصاقات، والالتصاقات دي بتحصل بعد اي عملية فتح بطن، سواء كانت في الحوض من تحت او في البطن من فوق. فبعد اذن حضرتك هنعمل تحليل اسف الاشعة اللي بالصبغة، وكنت عايز كمان من جوز حضرتك تحليل للسائل المنوي. حضرتك معانا يا مدام ايمان؟ لا اتصال اتقطع. طيب احنا كنا وصلنا من مشاكل اللي بتقابلنا في الانابيب الرحميه حاجه اسمها الانتفاخ، وقلنا ان ده تجمع للسائل او للافراز بتاع الانابيب الرحميه، ان الافراز ده بينفخ الانبوبه وبتبقى عامله زي البالونه، وبيبقى في ناحيه مفتوحه اللي هي الناحيه اللي داخل ناحيه الرحم، وناحيه مسدوده اللي هي ناحيه المبيض. هناخد الاتصال معانا مدام راويه. ايوه السلام عليكم يا دكتور. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. دكتور بعد اذن حضرتك انا والده من 7 شهور. تمام. وعملت تحاليل لان الدوره عندي متلخبطه، يعني بتيجي متقدمه 5 أو 10 يعني 5 ايام متاخره. حضرتك بتقولي والده من 7 شهور؟ ايوه بالظبط. تمام. حضرتك بترضعي؟ لا ما برضعش خالص. تمام. الاف اس اتش 2.2 والال اتش 2.3 والاي 2.80. وايه يا فندم؟ البرولاكتين الاي 2.80 والبرولاكتين 4.2. 4.2. وعملت هرمونات اللي هي الغده الدرقيه يا دكتور، اللي هي التي 3 95 والتي 4 5.1. ايوه. والتي اس اتش 1.5. حلو.
تمام. حضرتك انت كل التحاليل اللي عملتيها دي كويسه جدا. عايز اعرف التحاليل دكتور كويسه ولا وحشه؟ كلها كويسه جدا. يعني يا دكتور البرولاكتين كده مش عالي؟ حضرتك بتقولي 4.6 او 4.2. حضرتك لغايه 28 كويس. يعني 4.2. طب يا دكتور انا دلوقتي ما باخدش طبعا معانا حمل خالص. ايه يا فندم؟ انا عندي قيصري، فحضرتك تنصحني بايه؟ ان انا مثلا انا عندي 31 سنه، لو انا بفكر في قصه الحمل دي يعني انسب مده احمل بعدها قد ايه؟ حضرتك احنا طالما ان احنا ما بنرضعش ممكن بعد العمليه القيصريه بست شهور. في التحاليل دي ولا ايه؟ حضرتك انا بقول لك بعد، طالما ان احنا ما بنرضعش ممكن بعد القيصريه بست شهور نبتدي ندور على حمل. تمام، يعني طب تنصحني حضرتك بايه؟ اشعه بالصبغ. بالنسبه للتحاليل دي انصحك باشعه بالصبغ. بقى ساعة الصبغة. طب دكتور انا كنت عاملها قبل كده في الحمل الاولاني. لا يا فندم، حضرتك في حاجة جدت اللي هي العملية القيصرية اللي في النص ما بين الحمل الاولاني والحمل التاني. تمام، يعني هي اجراء لابد منه. حضرتك طالما ان احنا عملنا حاجة، طالما ان في عملية جراحية اتعملت، حضرتك ما هو البديل بتاعها ان احنا نعمل منظار بطن ومنظار رحم. تمام. خلاص، فحضرتك احنا دلوقتي انا قصاد ان انا ما اعملش عمليتين، هعمل اشعة بسيطة جدا عشان ممكن تتعمل ببنج وملهاش أي أعراض جانبية. تمام، ما انا عملتها يا دكتور في الحمل الاولاني كانت كويسه. خلاص يبقى حضرتك يبقى نعملها كده. بقول لحضرتك يعني هي ضروره، تعتبر ضروره، طالما عملت عمليه في الجراحيه في الحمل الاولاني. حضرتك اي عمليه جراحيه تجد، سواء زايده سواء مراره سواء عمليه في المعده سواء عمليه في الرحم قيصريه، عمليه استئصال اورام ليفيه، اي عمليه تتم في البطن، لا لازم هنحتاج بعدها الاشعه بالصبغه. يعني يا دكتور ما مفيش مثلا شهر او شهرين تنشيط وبعدين افكر في قصه الصبغه دي؟ حضرتك انت تحاليلك مش محتاجه تنشيط. مش محتاجه تنشيط، يعني اللي انا افكر فيه كخطوه اشعه الصبغه. بالظبط كده. ماشي يا دكتور، ميرسي جدا لوقتك. العافيه يا فندم، مع السلامه. كنا وصلنا للانتفاخ وكنا قلنا ان الانبوبه بتتملي سائل وبيبقى في ناحيه مسدوده اللي هي الناحيه ناحيه المبيض والناحيه المفتوحه اللي هي في اتجاه الرحم. السائل اللي موجود داخل الانبوبه الرحميه يا اما يكون سائل مائي اللي هو الافراز الفعلي بتاع الانبوبه، يا اما بيحصل له التهاب ويبقى صديد. في الحالتين، في حاله حدوث حمل من الناحيه السليمه، بيبتدي السائل ده ينزل على تجويف الرحم او على البطانه الرحميه بالمحتويات بتاعته ويبتدي يضر الجنين اللي هيتكون وبيمنع زراعته. وعشان كده بنلاقي ان في حالات انتفاخ الانابيب الرحميه يستحسن ان احنا نقفل الانبوبه الرحميه تماما بالمنظار من ناحيه الرحم كمان. مش ان احنا نسلك الانبوبه الرحميه، مش ان احنا نفتح الناحيه الثانيه. لان وجود الماء او السائل اللي موجود داخل الانابيب او الصديد اللي موجود جواها بيؤذي الاهداب او بيؤذي الشعيرات الرفيعه جدا اللي موجوده داخل الانابيب الرحميه، ولما يؤذيها ساعتها مش تقدر تقوم بوظيفتها. فيبقى ممكن انا اسلك الانبوبه واعمل لها فتحه جديده واصلحها من الفتحه بتاعتها من بره، وافاجئ ان الست لما تحمل حمل خارج الرحم. يبقى الانتفاخ بتاعنا احسن علاج له هو ان احنا نقفل الانابيب الرحميه بالمنظار، سواء بقى كانوا انبوبتين هنقفل الاثنين او واحده يبقى هنقفل واحده بس. هناخد الاتصال معانا مدام وفاء. الو مدام وفاء، ازيك؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. سمعت يا دكتور انا كنت عامل حقن مجهري في شهر 12. تمام. فبعدين ما حصلش نصيب يعني كده. فبعدين الشهر اللي فات اللي هو شهر واحد ما جاتليش الدوره في ميعادها. فبعدين هي جات لي، فرحت للدكتور كتب لي على حقن وكده بتاعت تنزل الدوره يعني. فالمهم يعني جات لي 22، كانت جات لي 8 1. تمام. جات لي 22 1. بعدين كتب لي على اللي هو القرص الابيض والقرص البني. ايوه البني. ايوه. فانا بصراحه انا خدت القرص الابيض ما خدتش القرص البني. فانا يعني وبعدين كتب لي تاني على اللي هو الفولي الحمض الفوليك. ايوه. وجزبرين والدي اتش اي اي. تمام. وقال لي امشي. وحضرتك عندك كام سنه؟ نعم. انت عندك كام سنه يا مدام وفاء؟ انا عندي 35. تمام.
فانا دلوقتي مقرب لي على العلاج اللي هو الحمض الفوليك والجزبرين والدي اتش اي ايه، وقال لي امشي عليه من حد ما تعملي ان شاء الله العمليه تاني. هو احنا المره الاولانيه طلع قد ايه بويضات يا منى؟ نعم، المره الاولانيه طلع قد ايه بويضات؟ كان 13. 13 بويضه واتخصب منهم قد ايه؟ اتخصب منهم 12 و كان 12. يعني احنا عندنا مجمد. ايوه في مجمد. تمام. طيب السؤال دلوقتي، انا ماشي على دلوقتي على اللي هو الحمض الفوليك والدي اتش اي. ايوه فعلا امشي عليه لحد العمليه ولا ابطله عادي، ولا لو بطلته في اي حاجه في تاثير ولا حاجه؟ والله هو حضرتك الدي اتش اي اللي هو الداهيه دهوت ده حاجه بتحسن وظايف المبيض. انا اسفه، لو احنا هننقل المجمد يبقى احنا مش فارق معانا المبيض في حاجه، احنا عايزين نحسن وظايف الرحم. معلش وضح لي تاني. حاضر حضرتك الدي اتش اي اي اللي هو الداهيه، خلاص حضرتك ده دواء بسن وظايف المبيض. تمام خلاص حضرتك، احنا خلاص المبيض بتاعنا قام بدوره وطلع البويضات وسحبناها، احنا بعد كده ملناش دعوه بالمبيض خالص. ايوه احنا كل اللي عايزينه ان احنا نحسن وظايف الرحم. تمام خلاص، فالداهيه حضرتك هو بالنسبه لك انت مفيد، لكن بالنسبه لقصه الحقن المجهري اللي هو للاجنه المجمده مش هيفرق معانا في حاجه. ملوش دعوه بحركه الحقن المجهري. لا، الحقن المجهري للمجمد، لكن لو عيانه هتعمل حقن مجهري جديد لا ممكن نمشيها عليه. خلاص ماشي. خلاص بالنسبه لحمض الفوليك ده مهم جدا. طب دلوقتي انا مجمده مثلا، هم كانوا بيقولوا مثلا تجميل 3 سنين، هل صحيح؟ ولان في الدكتور قال لي لا هو لحد 6 شهور. لا يا فندم، حضرتك تجمدي زي ما انت عايزه. 3 سنين وخمس سنين وسبع سنين مفيش مشكله خالص. يعني عادي يعني. طبعا يا فندم. خلاص شكرا يا دكتور. العافيه من الموفق. طيب احنا هنرجع تاني للمشاكل اللي بتقابلنا الناتجه عن الانابيب الرحميه. احنا قلنا ان ممكن بعض السيدات بنشيل الانبوبه الرحميه في حاله انفجارها لوجود حمل خارج الرحم. الانبوبه لو اتشالت، لو واحده اتشالت، الست ممكن يحصل حمل عادي جدا من الناحيه الثانيه، بشرط ان التبويض يكون من الناحيه السليمه في الشهر ده. يعني الاشهر اللي يحصل فيها التبويض من الانبوبه المسدوده او الانبوبه اللي متشاله كان التبويض ما حصلش، لكن الاشهر اللي بيحصل فيها من الناحيه السالكه او الناحيه السليمه عادي جدا ويحصل حمل ولا كان في اي مشاكل. هناخد بعض رسائل الاس ام اس. دكتور وائل، انا من العراق، ظهر الاي ام اتش 1.3 1.3، هل هذا مخزون ضعيف وهل المنشطات ترفع المخزون ويحصل حمل؟ هو حضرتك احنا هنتفق ان المخزون المبيض ده حاجه بتقل مع السن. يعني الست اللي عمرها 18 سنه غير 25 غير 35 غير 45. لكن بشكل عام 1.3 هو بنسميها خصوبه معتدله قليله. يعني هي مش خصوبه وحشه قوي، ولكن يحصل حمل عادي مع التنشيط المبيض هيستجيب كويس، مع الحقن المجهري هتحصل تبويض كتير جدا، لكن مش زي اي ست الاي ام اتش بتاعها اكتر من 2، هو 2 لـ6 ده هو احسن مخزون مبيض. احنا كسرنا الـ2 لكن لا يزال اكتر من 1 صحيح، وبالتالي هتلاقي ان كميه البويضات اللي عندك هي كميه كافيه جدا. المنشطات ترفع المخزون؟ لا، هو المنشطات بتقلل المخزون، لان احنا لو بنطلع كل شهر 10 بويضات المنشطات بتطلع 20، وبالتالي يبقى بنستهلك المخزون بتاعنا بدري، لكن المنشطات بتطلع لي البويضات اللي انا عاوزها في الوقت اللي انا عايزه. بمعنى احنا محتاجين البويضات بتاعتنا في سن ال20، في سن ال30، في اوائل الاربعينات، لكن بعد كده احنا مش محتاجينها. طب ما ناخد من الفتره اللي انا مش محتاجها اللي هي 45 فما فوق واستخدمها في السن الصغير، ساعتها يبقى احنا كده خدنا من المخزون بتاعي في الفتره اللي انا مش محتاجه وبدات ان انا استفيد منه في الفتره اللي انا محتاج لها. هل يحصل حمل؟ طبعا مع المخزون دوت يحصل حمل. 1.3 ده برضو كويس جدا. يعني انا اخر دوره عندي كانت يوم 21/1 وما جاتش ومفيش حمل، اعمل ايه؟ احنا دلوقتي ما عداش 35 يوم، النهارده 25، يعني 33 يوم هنستنى اليومين دول
اذا برضو الدورة الشهرية ما جاتش نروح نكشف عند الدكتور يشوف سبب تأخر الدورة ايه، هل هو لخبطة في الهرمونات ولا كان في مثلا حمل ضعيف ولا احنا في لبن زيادة في الثدي او في لخبطة في الغدة الدرقية او في اي مشكلة هي المؤدية الى تأخر الدورة الشهرية. انا عندي 34 سنة اعاني من اجهاض متكرر 14 مرة مع اخذ ادوية مثبتة وعلاج. احنا الاجهاض المتكرر هنتكلم عنه ان شاء الله في الحلقة القادمة، بس مبدئيا احنا نبقى عارفين ان الجنين بيتكون في الانبوبة الرحمية زي ما قلنا، وبيبقى جزء من تكوينه ناتج عن البويضة اللي مصدرها الام، وجزء من الحيوان المنوي اللي مصدره الاب. فلو في اي عيوب في التركيب الوراثي للاب او للام هيؤدي الى اجهاض متكرر، لو في اي مشكلة في الرحم هتؤدي الى اجهاض متكرر، لو في امراض مزمنة عند الام زي السكر ومش بناخدلوش علاج، او امراض الغدة الدرقية اللي ما بناخدلهاش علاج هيؤدي الى اجهاض متكرر، لو عندنا امراض في المناعة هتؤدي الى اجهاض، لو عندنا عيوب خلقية في الرحم هتؤدي الى اجهاض، ولو عندنا اي التهابات موجودة في الدم بتاع الام هيؤدي الى اجهاض متكرر. انا حامل في السابع وعندي وجع في الرجل اليمنى وورم ووجع في الحوض. احنا عمرنا ما نخاف من الم او من ورم في ناحية واحدة بس، لان من المعتاد ان الجنين في الشهر السابع والثامن والتاسع كمان بيبقى ضاغط على ناحية من الجنبين اكتر من الاخرى، والجنب الايمن هو الاكثر انتشارا لان الارحام او الرحم عادة بيبقى محدوف ناحية الجهة اليمنى، حاجة اسمها الديكسل روتيشن، ان الرحم بيبقى محدوف ناحية اليمين. الرحم لو محدوف ناحية اليمين يبقى الجنين هيبقى متكون ناحية اليمين، وبالتالي هيضغط على الاوعية الدموية وعلى الاعصاب بتاعة الرجل. لما يضغط على الأوعية الدموية هيؤدي إلى التورم، ولما يضغط على الأعصاب هيؤدي إلى الألم اللي موجود في الرجل. الألم اللي موجود في الحوض ده ناتج عن أن الجنين بيبتدي يضغط على عضلات الحوض، وبالتالي هيضغط كمان على الأربطة اللي موجودة في الحوض، وده هيعمل الألم اللي عندنا. من ضمن الاسباب اللي بتؤدي الى مشاكل في الانابيب الرحميه حاجه اسمها التهاب الحوض. ايه التهاب الحوض ده؟ في بعض السيدات بيتنقل لهم عدوى ميكروبيه. العدوى دي بيبقى فيها ميكروب هي ما بتاخدش بالها منه، الميكروب ده بيؤدي الى التهاب في البطانه الرحميه وممكن يدمرها خالص ويعمل التصاقات داخل الرحم، او التهاب في الانابيب وده برضو ممكن يدمرها وممكن يؤدي الى انسداد للانابيب من الداخل، او كمان انه يعدي من فتحة الانبوبة الرحمية اللي ناحية المبيض ويؤدي الى التصاقات داخل الحوض، ودي بتبان قوي في المنظار. بنلاقي ان الكبد نلاقيه لازق في القفص الصدري، بنلاقي الانابيب لازقة في العمود الفقري من وراء او لازقة في الرحم من وراء، او ان المبيض نفسه لازق في الجدار الخارجي للحوض. بتبقى عندنا التركيبة نفسها بتاعة الحوض مختلفة جدا، ودي بتبقى من الحالات الشديدة في الالتصاقات، وبيبقى لازم واحنا بنشتغل في مثل هذه الحالات بالمنظار لازم نخلي بالنا كويس قوي، ولازم بنحافظ على الرحم وعلى الانابيب، ولازم نضمن بعد ما نخلص ان كل الالتصاقات تكون اتشالت، زائد ناخد عينة من هذه الالتصاقات عشان نحدد الميكروب المسبب لهذه الالتصاقات، وبعد ما ناخده نحلله نعرف الميكروب، نعرف المضاد الحيوي المناسب، وبعد كده يتم علاجه على حسب هذا الميكروب. انا بشكر كل المشاهدين اللي اتصلوا بينا، وارجو ان اكون افدتهم بالردود اللي انا رديتها. وبالنسبة لاي حد حب يتصل بينا وما قدرش، الارقام التليفونات الموجودة هي ارقام تليفوناتي، ورقم الموبايل ده هو رقم الموبايل بتاعي، اللي عايز يكلمني في اي وقت انا هرد عليه بنفسي، طالما ان انا ما كانش عندي شغل في الوقت ده، لكن برجو انه يتصل بيا مرة تانية او تالتة، واكيد هتصل بيه لو ما قدرناش نتواصل مع بعض. بشكركم واتمنى اشوفكم ان شاء الله على خير الاسبوع اللي جاي. كان معاكم دكتور وائل الشربيني استشاري امراض النساء والتوليد والعقم.
دكتوراه التوليد وامراض النساء من كليه الطب جامعه القاهره، مدرس بكليه الطب القصر العيني، عضو الجمعيه الاوروبيه والكنديه لامراض النساء والتوليد، وعضو الجمعيه الاوروبيه للخصوبه. كنا معاكم في برنامج زينه الحياه، واشوفكم ان شاء الله يوم الاثنين الجاي من الساعه 6 للساعه 7. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Oh, my God.